اهلا بيكم على قناتكم قناه همس ستايل. النهارده راجعه لكم فيديو جديد بجرب لكم برده فيه منتج من المنتجات اللي موجوده في السوق، واقول لكم اذا كانت المنتجات دي فعلا تستحق الشهره اللي هي واخداها ولا ما تستحقش الشهره اللي هي واخداها، وهل هي مفيده ان انتم تحطوا فيها فلوسكم وتشتروها ولا هي حاجه مجرد دعايه بس وانها حاجه مش مهمه قوي ان انتوا تشتروها ومش مفيده، او ان هي ما بتشتغلش كويس، او اي حاجه من الحاجات اللي هي مش مظبوطه فيها. فالنهارده هكلمكم عن منتج جديد، بس قبل ما اروح للمنتج واقول لكم هو ايه، لو ما كنتوش اشتركتوا في القناه بتاعتي يا ريت تدوسوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه سبسكرايب عشان تشتركوا في القناه بتاعتي وتشوفوا الفيديوهات الجديده، وتوصلكم كل الفيديوهات اللي بعملها عن تجارب المنتجات واقول لكم رايي فيها وهل هي تستحق ان انتوا تحطوا فلوسكم فيها ولا لا وتشتروها ولا لا، لان ده بيوفر لكم مبالغ كتير جدا طائله ممكن تدفعوها في منتجات تكون سيئه وتتغشوا فيها. فانا بجربها لكم واقول لكم رايي بصراحه فيها، والحاجات اللي ينفع اتعمل فيها تجربه قدامكم بعملها قدامكم، واقول لكم اذا كانت المنتجات دي فعلا ترقى المستوى ان انتوا تشتروها ولا هي حاجه مش كويسه وما تحطوش فلوسكم فيها ووفروا فلوسكم في حاجه تانية احسن. فياريت عشان توصلكم كل الفيديوهات دي وتوصلكم كمان الفيديوهات التانية اللي بعملها عن مشترياتي وعن الطبخ وعن الفلوجات اللي بعملها لما بسافر او بروح في اي مكان واوريكم الاماكن السياحيه في البلاد والاماكن دي كلها، دوسوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو عشان توصلكم الفيديوهات الجديده دي اللي مكتوب عليه سبسكرايب. وده طبعا يا جماعه اشتراك مجاني، ما بياخدش اي مبالغ ماديه خالص ولا بياخد وقت حتى ثانيه واحده، بس هتدوسي على الزرار وتبقي جزء من أسرة همس ستايل، ودي حاجة طبعا تساعدني وتشرفني ان انتوا تكونوا معايا، وهكون جدا 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 سعيدة بيكم وبوجودكم معايا في كل الفيديوهات. ويلا بينا نشوف الفيديو. المنتج اللي هكلمكم عنه النهاردة اللي هو الجهاز بتاع الأظافر من شركة شول اللي هو فيلفت سموث. الجهاز ده هو جهاز العناية بالأظافر بتاعة اليدين والقدمين زي ما احنا شايفين. طبعا الجهاز مش في العلبة لان انا طلعته عشان اوريه لكم، وطبعا استخدمته فترة طويلة علشان اقول لكم رأيي فيه بصراحة. اي منتج بعمل لكم ريفيو عليه يا جماعة لازم استخدمه فترة طويلة جدا كافية ان انا اقول لكم المنتج ده هل هو كويس ولا لا. مش بجيب منتج واكلمكم عنه على طول، لا لازم اسيبه فترة زمنية كافية قوي ان انا اقول لكم رأيي فيه ايه واجربه اكتر من مرة واقول لكم ايه المميزات وايه العيوب بتاعته وهل يستحق تشتروه ولا لا. المنتج اللي هكلمكم عنه النهارده هو المنتج ده، وفي منتج تاني منه كمان علشان بشره القدمين اللي لما تبقى تكون ناشفه او كده. لو حابين ان انا اعمل لكم ريفيو عنه اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا اعمل لكم فيديو عليه. اما النهارده هكلمكم عن المنتج بتاع الاظافر ده اللي هو بتاع الضوافر نفسها. المنتج ده من شركة شول زي ما انا قلت لكم، واسمه فيلفت سموث. جوه العلبة هيجي لكم حاجتين، الحاجة الاولانية اللي هو الجهاز نفسه اللي هو عبارة عن الشكل اللي احنا شايفينه ده، وهيجي لكم معاه ثلاث قطع اللي هي بتركب الراس بتاعته. هقول لكم الثلاث قطع دي بتعمل ايه، بس اول حاجة هوريكم شكل الجهاز نفسه لما تفتحيها. لما تفتحيها هتلاقي زي ما احنا شايفين كده الراس بتاعته دي اللي بيركب فيها القطع. هحاول اعمل لكم فوكس عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنا زرار اللي هو بايده وبيطفيه بيعمله درجات تمام. ومن تحت من هنا هتلاقي فيه البطاريه بتاعته، لما نفتحها هنلاقي فيها زي ورقه حمراء كده، انا سبتها بس عشان اوريها لكم. دي بتفصل البطاريه علشان البطاريه ما تفضاش لما تكوني هتعينيه فترات، وبيشتغل ببطاريه واحده اهي. بمناسبة الكلام عن البطارية، على فكرة البطارية بتقعد فيه في وقت طويل، مش بتفضى بسرعة، مش بيستهلك بطارية بسرعة قوي. الحاجات التانية اللي بتيجي معاه هي ثلاثة من الهيدز اللي بتركب في القطعة المعدنية اللي احنا شايفينها هنا دي. الهيدز دي او الراس اللي بتركب عليها دي هفتحها لكم واوريها لكم. طبعا انا رجعتها تاني في العلبة بس عشان اوريكم شكل العلبة. بتيجي ثلاث استخدامات ليها، هي زي ما احنا شايفين كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الاولانيه دي خشنه، ودي اللي بنستخدمها علشان نبرد الضوافر تمام، اللي هي الزرقاء دي اللي بنستخدمها لبرد الضوافر. دي الخضراء بنستخدمها لتنعيم الضوافر، والبيضه دي بنستخدمها علشان تدي لمعان للضوافر. الجزء الاولاني طبعا انت بتستخدمي الثلاث مراحل ورا بعض. الاجزاء بتاعتها بتركب بطريقه سهله جدا وبتشيل كمان بطريقه سهله، بتركب زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، وبتبقى كده ركبت في الجهاز. عشان نشغله له هنا درجتين، درجة خفيفة
ودرجة اتقل شوية. مش عارفة انتوا سامعين صوته هو بيشتغل ولا لا, والاهتزازات اللي بيعملها. انا بحاول اقربها من الكاميرا عشان تشوفوها, بس مش عارفة اذا كان هبان ولا لا. بس الجزء الاولاني ده اللي احنا بنبرد بيه الضفر نفسه عشان يشكل شكل الضفر زي ما احنا عايزين, وبعد كده بنشيله بعد ما ناخد الشكل اللي احنا عايزينه للضفر, ونركب الجزء التاني اللي هو الجزء بتاع التنعيم. ننعم بيه الضفر نفسه من كل الجهات بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي حواف. بعد كده بنركب الجزء الثالث اللي هو الجزء الابيض ده, وده الجزء اللي بيدي لمعه للضوافر. طيب هاجي بقى عن الريفيو بتاعي واقول لكم رايي في الجهاز. هل الجهاز ده فعلا يستحق ان انت تشتريه, وهل هو كويس فعلا وبيبرد, ولا حاجه من الحاجات الضعيفه زي الاجهزه الصيني اللي كانت بتتباع قبل كده وكانت ما بتبقاش كويسه. انا رايي في الجهاز ده لا, ان الجهاز ده افكتيف فعلا, وان هو مبرد كويس جدا. بس ما تخليش طبعا الحجاره تضعف, يعني الحجاره اول ما تبدا تضعف غيريها وحطي حجاره جديده. الجهاز هيبقى كويس جدا جدا معاكي فعلا, بيساعدك ان انت تاخدي الشيب اللي انت عايزاه لضوافرك, تحددي الشكل اللي انت عايزاه. لو انت عايزاها مربعه, لو انت عايزاها دائريه, الشكل اللي انت حباه بيساعدك فعلا انك انت توصلي للشكل ده. والراس بتاعته مش بتنعم بسهوله, يعني الراس دي مش بتبوظ وتنعم بسهوله, لا بتقعد فتره طويله جدا. انا استخدمته فتره طويله جدا قبل ما اعمل لكم ريفيو. وعلى فكره كل الاجزاء دي بتتباع لوحدها, يعني دول لما يبوظوا او ينعموا تقدري تجيبي غيرهم تاني. هاجي بقى اتكلم عن الجزء المهم اللي انا حابه اكلمكم عنه, اللي هو اللمعه. لا بجد الجزء بتاع اللمعه ده بيعمل لمعه غير عاديه, جامده جدا جدا, بتبان في الضوافر كانك حاطه مقوي اظافر او حاجه لماعه على ضوافرك, بجد رائع. انا جربته, الناس بيلفت نظرها اللمعه, يفتكروا ان انا حاطه مقوي اظافر, في حين في الحقيقه انا مش حاطه مقوي اظافر ولا حاجه. فهو جهاز فعلا رائع وكويس. طبعا انت ممكن تستغني عنه في مكعبات بتتباع في السوق تقدري تستغني عنها, تستغني عندها بيها. لكن طبعا المكعبات انت بتبذلي مجهود ان انت تحاولي توصلي للشكل اللي انت عايزاه وتضغطي وكلام من ده, لكن ده بيوصلك للشكل بتاع الضافر بان انت تبرديه بسهوله جدا ومن غير اي مجهود. فهو فعلا زي ما هما بيقولوا, هو فعلا كويس, فعلا بيعمل الوظيفه اللي مطلوبه منه. تشتريه ولا لا, هو يستاهل الفلوس. لكن لو انت حابه تجيبي حاجه اقل في السعر, تقدري تجيبي البلوكات اللي موجوده في السوق بتعمل نفس الوظيفه, بس زي ما قلت لك ان هي تاخد منك مجهود اكبر في ان انت توصلي للشكل اللي انت عايزاه. ده بيوفر عليكي مجهود ووقت كبير يعني. فده رايي فيه. هتلاقوا اسم المنتج طبعا موجود في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الاجهزه والمنتجات التانيه اللي انتوا حابين ان انا اجربها واقول لكم رايي فيها. قولوا لي كمان تجربتكم مع المنتج ده لو كنتوا جربتوه قبل كده, وقولوا لي رايكم فيه. وما تنسوش زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده والريفيوهات الجديده اللي بعملها عن المنتجات اللي موجوده, وتدوا لايك للفيديو لو عجبكم. من هنا للفيديو الجاي, هتوحشوني قوي, اشوفكم الفيديو الجاي. باي.